صباح النور، مرحبا بكم الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. نحو عوده الجماهير الرياضيه الى الملاعب بصفه تدريجيه، هكا اعلنت وزاره الشباب والرياضه بلاغها اللي تقول فيه عقد وزير الشباب والرياضه السيد كمال دقيش ووزير الداخليه السيد توفيق شرف الدين البارح بمقر وزاره الداخليه بحضور ثلة من القيادات الامنيه وسامي اطارات وزاره الشباب والرياضة، جلسة عمل مشتركة أولى بخصوص إمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب والقاعات الرياضية، ودرس الوزيران آليات العودة التدريجية للجماهير من أجل إنجاح الموسم الرياضي الحالي، خاصة بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس. كما باش تنظم جلسة عمل ثانية مع وزارة الصحة لتحديد طاقة استيعاب الملاعب والقاعات والتوصيات والبروتوكولات الصحية التي يجب اتباعها وتطبيقها. نحكي هوند اليوم يتعرف الترجي الرياضي التونسي على منافسه في النهائي كرة اليد، نهائي كأس تونس لكرة اليد في النصف النهائي الثاني اللي باش يجمع النادي الرياضي بساقيت الزيت والنجم الرياضي بابن خيار. نذكروا انه البارح الترجي الرياضي التونسي تمكن من اقتلاع ورقة العبور للدور النهائي بعد الانتصار في الدربي العاصمة مع شقيقه خلينا نقوله اللدود النادي الافريقي بانتصاره عليه بنتيجة 36 نقطة مقابل 29. في رابطة الأبطال الإفريقية لتوال كمل البارح تحذيراته لمباراة الجيش الرواندي اليوم، بالطبيعة نحكيه على الدور التمهيدي الثاني في مرحلة الذهاب لتوال انطلاقا من الساعتين باش يكون في مواجهة الجيش الرواندي كما قلنا بداية من في ملعب مصفى بن جنيت بالمنسير. نذكروا انه الذهاب كان وفيه بالتعادل هدف مقابل هدف. في المسابقة الثانية الإفريقية نحكيه على كأس الكونفدرالية الإفريقية للنادي الرياضي الصفاقسي، ممثل تونس في المسابقة هذه باش يواجه بداية من 6 متاع العشية بملعب الطيب المهيري نادي بايسلا يونايتد النيجيري لحساب الدور التمهيدي الأول من المسابقة. تشكيلة CSS باش تعرف بعض التغييرات مقارنة باللقاء الفارط، أبرزها التعويل لمحمد علي بطبيعة محمد بن علي في خطة ظهير أيمن وإعادة نور الزمان الزموري كقلب دفاع، في حين باش يكون حازم الحاج حسن في خطة مهاجم صريح. تقريبا التشكيلة باش تكون على النحو التالي بتاع CSS: محمد الهادي قعلول في حراسة المرمى، بقية الملاعبين محمد بن علي، محمد أمين الحمروني، حسام دقدوق، نور الزمان الزموري، فارس ناجي، كريس كواكو، عبدالله العمري، محمد سولة، أيمن الحرزي والحازم الحاج حسن. نذكروا المباراة تنطلق مع 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري، والذهاب كانوا في بانهزام CSS هدف مقابل 0. تتلعب اليوم جملة من المقابلات الخاصة بالجولة الثانية من رابطة الأبطال رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم لحساب المجموعة الأولى 2:30 سيابي باش يكون في مواجهة أمل حمام سوسة بإدارة الحكم محرز المالكي، نادي حمام الأنف باش يواجه اتحاد تطاوين بإدارة الحكمة دور صاف الجنواتي، ولحساب المجموعة الثانية هلال الشباب باش يكون في مواجهة الترجي الجرجيسي انطلاقا بطبيعة كما قلنا 2:30 وبإدارة حكم نصر الله الجوادي. نرجع لمسابقة كأس الكاف، سجل البارح مهاجم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لفريق الزمالك المصري في شباك نادي توسكر الكيني ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية، وعزز الجزيري تقدم فريقه في الدقيقة 19 من الشوط الأول للمباراة اللي وفات بانتصار الزمالك بنتيجة 4-0، اللي عز بذلك انتصار الذهاب بهدف مقابل 0 ويضمن التواجد ضمن دوري المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية. برشا كرة الويكاند هذا، نبدأ بالسبت نعطيه أهم المقابلات اللي تتلعب بالطبيعة في مختلف البطولات الأوروبية. البداية بالبريمير ليج نص على بكري، تشيلسي باش يواجه نورويتش سيتي، ماضي 3 كريستال بالاس تقابل مع نيوكاسل، إيفرتون تستضيف واتفورد، ليز يونايتد يواجه وولفز، وساوثامبتون تواجه بيرنلي، و5:30 برايتون تتقابل مع مانشستر سيتي. في الليغ 1 الفرنسية زوز مقابلات، الأربعة نون تتقابل مع
كليرمون وثمانية ليل تستضيف بريست. في البوندسليغا الألمانية الساعتين ونص أرمينيا بيرفيلد يواجه دورتموند، بايرن ميونخ يتقابل مع هوفنهايم، لايبزيج تستضيف غروثر هفيرث، وفولسبورغ تواجه فريبورغ، والخمسة ونص إرتا برلين تتقابل مع بروسيا منشن غلادباخ. في الكالتشو الإيطالي في سيريا سالين بتبيعة سالرنينتا تتقابل مع إيمبولي مع الساعتين، ساسولو تواجه فينيسيا مع الخمسة متاع العشية، والثمانية غرباء بولونيا تستضيف ميلان. والختام مع الليغا الإسبانية، مضي ساعة فالنسيا تتقابل مع مايوركا، مضي ثلاثة وربع كاديكس تتقابل مع ألافيز، خمسة ونص إلشي يواجه إسبانيول، وثمانية أتلتيكو بلباو يستضيف فياريال. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.